بالأردن تظاهرة حاشدة بحي الطفايلة كانت عم تعبر بشكل قاطع عن رفض النهج الحكومي وعم بتطالب بإسقاط النظام. المتظاهرين يلي طالبوا بالحرية ونددوا بالملك الأردني كانوا عم يرفضوا التعيينات الأخيرة للحكومة ورفع الأسعار. الخبر ما حضر على وكالات الأنباء وأيضا تغطيته في وسائل الإعلامية كانت خجولة، إلا أن الفيديو كان عم يتم تداوله على موقع يوتيوب من بعد تحميله من قبل جوردن نيوز. على فيسبوك بعده موضوع منع التدخين بالأماكن العامة الأكثر حضوراً محلياً، وعم بتم تناول صور فيها نكت وتندرات على هالقرار، كان آخرها تركيب صورة للقوى الأمنية عم تلقي القبض على بوبي لا تدخينه الغليون. من فيسبوك مننتقل لموقع تويتر، أكثر موضوع كان محل تداول هو هاشتاج سويتش تولوميا يلي بيتحدث عن جهاز نوكيا فون الجديد 920 يلي تم طرحه بالأسواق. ايضا كان عم بيتم الحديث عن هذا الهاتف الذكي على هاشتاجات تانية منها ويندوز 8. مع هذا الخبر بنوصل لختام فقرتنا لليوم.